شهدت دولة الإمارات إجراء أول جراحة روبوتية من نوعها في منطقة الخليج لتركيب جهاز منظم للمعدة لدى مريض يعاني من مرض شلل المعدة في مستشفى كليفلاند كلينيك في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إذ يرتبط الجهاز ببطارية تزرع تحت الجلد ويستمر العمل لعدة سنوات، كما يمكن للطبيب التحكم به وتعديل ضبطه عن بعد، وهذا ما يتيح له زيادة قوة الشحنات أو ترددها أو إنقاصها بحسب أعراض المرض.